خلي كلامنا النهارده موجه للشباب اللي بيفكروا في الجواز، اللي هيبقى اب في وقت من الاوقات، ولحديث الزواج اللي هو منتظر يبقى اب، وللاب فعلا سواء عدى عليه وقت طويل او وقت قريب. هحاول اختصر بشكل كبير علشان دايما بنفرق في المصطلحات وبنعدل افكار الناس. خلينا نتكلم النهارده في ثلاث محاور باختصار شديد جدا. المحور الاول هو تصنيفك، هل انت مجرد والد ولا اب مجرد؟ وتسأل نفسك وتعرف دلوقتي. والمحور الثاني هي زرعتك، هو انت بتزرع فوق ولا بتزرع تحت؟ والمحور الثالث هو حصادك، مين اللي في ايده بركة حصادك؟ يا ريت كل واحد بيسمعنا، كلامنا النهارده موجه للرجالة. رجالة يعني شباب بيفكروا ان هم في وقت من الاوقات هيبقوا اباء. طبعا. يعني بيفكروا في وقت من الاوقات انه عايز يخلف عشان يعمل مع ابنه اللي كان نفسه يتعمل معاه. فخليني في الاول اسألك، هو تصنيفك أب ولا والد؟ وخد بالك إن الاتنين غير بعض. سيدنا الإمام الخوارزمي كان بيقول الآباء نوعان، أب ولادة سبب وجودك، يعني هو اللي جابك الدنيا، وأب إفادة، يعني هو اللي بيعمل لك كيان وشخصية ومحتوى أنت ممكن تعيش بيه. مش ممكن بالضرورة إن اللي خلفك يبقى هو اللي رباك. ومش ممكن بالضرورة اللي خلفك ممكن هو اللي يفيدك. صح. ومش ممكن بالضرورة إن في طريقك لربنا وطريق حياتك يبقى أبوك هو أبوك. وخدي بال حضرتك إن ربنا سبحانه وتعالى لما جه يتكلم عن صفة الأبوة اتكلم عن والد. وقال إيه؟ ووالد وما والد. صح. لكن سيدنا النبي لما جه يميز اتكلم عن الأب. قال أنت ومالك لأبيك، ما قالش لوالدك. في تصنيف صريح وواضح ان مش كل والد اب، ومش كل اب هو في الاصل والد. فمهم جدا انك تصنف نفسك وتعرف ايه هي صفات الابوه. صفات الابوه انك ما تمارس مشاكلك على اولادك، وما تطلعش عقدك عليهم، وما تطلعش اللي انت اتحرمت منه فيهم. صفات الابوه انك مش مجبر تتجوز ولا مجبر تخلف، بس انت مجبر لما تتجوز تبقى زوج ناجح، ومجبر لما تخلف تبقى اب فالح. والنجاح غير الفلاح، 114 سوره في القران ربنا ما جابش سيره النجاح فيهم. اذان بتسمعه 5 مرات في اليوم ما تقلقش في حي على النجاح. صح. اذا الفلاح هو بقاء اثر نجاح انت عملته. فلو كانت خطوه الجواز بالنسبه لك هي خطوه ناجحه، فخطوه التربيه لحد انت هتبقى مسؤول عنه هي خطوه فالحه، لازم تبقى فالح فيها. طيب ازاي اضمن لنفسي هذا الفلاح؟ بالخطوه الثانيه بعد تصنيفك. صنفت نفسك انك والد ولا اب وعايز تبقى اب عشان ربنا يخاطب ولادك والنبي يقول لهم في ودنهم الى قيام الساعه انت ومالك لابيك. يبقى الخطوه الثانيه هي زرعتك. صحيح. احنا بنسمع ازرع تحصد، فيقول لك انا عملت ابويا وامي كويس فان شاء الله ولادي هيعاملوني كويس. انا كنت بار بابويا وامي فاولادي لازم يكونوا بارين بي. هو للاسف دي جملة منقوصة ومعلومة غير كاملة. فعلا؟ ازرع تحصد مش الهدف منها ان انا ازرع فوق عشان احصد من تحت. مش ازرع في ابويا وامي بس عشان احصد من ولادي. انا ازرع في ولادي عشان احصد من ولادي. طيب. وطالب تزرع في ولادك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله والدا عمل ايه؟ أعان ولده على بره. عمل ده ازاي؟ ازاي؟ يعني احترم ابنه فابنه احترمه، حب ابنه فابنه حبه، كان كويس مع ابنه فابنه كان كويس معاه. خدي بال حضرتك انك لو بتربي ابنك على انه يحبك استحاله في يوم من الايام يزعلك. صح. لو بتربي ابنك على انه يخاف منك لا هيعمل خلاص اللي انت عايزاه. لغايه ما يجي يوم اقوى مني ان الخوف مرتبط بالكره. هيروح الخوف لانه كبر وبقى اطول منك. ويفضل الكره لانه جواه ومعبي من ناحيتك. يا ساتر يا رب. اذا كتير من الاباء متخيل ان الاحترام هو ان ابنه يخاف منه. خالص. ربي ابنك على انه يحبك ويحترمك مش على انه يحبك ويخاف منك. لانه لو حبك واحترمك لو جه في يوم من الايام راح الحب هيفضل الاحترام. صح. عمره ما يفتح عينه فيك ولا ياثر في حقك. طول الوقت انت لازم تزرع في ابنك ان انت بتحبه وبتحترمه وبتحبه حب غير مشروط. بلاش الكلام بتاع التأنيب، اعمل بلقمتك. قدر اللي انا بعمله علشانك، كأنك بتقدم لي حاجة كويسة وبتقول لي خدها بالسم الهاري. كل أب لازم يفكر كويس جدا في كلامه، لأن الأب كمال بيبقى حامل في دماغه، حامل همك وإيه اللي ممكن هيعمله معاك، حامل دراستك وإيه المدرسة اللي يوفرها لك، حامل تربيتك والمفروض يسعى لأنه يتعلمها.
حامل ان هو ازاي يعالج الاخطاء اللي مر فيها في حياته معاك. اذا زي ما الام بتكون حامل فيك في بطنها، هو حامل فيك في عقله، هو حامل همك جواه، هو ماشي بالحمل ده علشان عايزك احسن منه. صحيح. ونفسه انك فعلا تطلع احسن منه. ده التصنيف ودي الزرعة، انك على قد ما هتديله على قد ما هتاخد منه. هتحط في نفسية ابنك هيطلع منها ده. اما اخطاء التربية اللي بيقع فيها كتير من الاباء بدون قصد منهم عشان ما نظلمهمش، لان ايقاع الحياة بقى صعب وسريع. صحيح. والروتين بقى بيخليه طول الوقت عايز يوفر الامان المادي لاولاده، بس هو مش واخد باله ان الامان المادي في الدرجة التانية بعد الامان النفسي. لان انت لو مأمنهم نفسيا اقل حاجة هتقدمها لهم هيشوفوها كبيرة. صحيح. لو مأمنهم ماديا وامانهم النفسي من ناحيتك قليل مهما قدمت هيشوفوه قليل. لو عايز تربي ابنك على انه لما يكبر تصاحبه، لا انت لازم تصاحبه وهو صغير. زي الناس اللي بتقول ان كبر ابنك خويه، ده حقيقي بس وهو صغير صاحبه الاول. عمرك ما هتعرف تحتوي ابنك وهو كبير الا لو كنت بتسمعه وهو صغير. ولا هيسمع لكلامك وهو كبير الا لو انت كنت بتسمع له وهو صغير. عمرك ما هتقدري تحتوي بنتك لما تكبر الا لو كنت بتحتويها من قبل ما تكبر. الحاجة الثالثة والاهم، بعد ما صنفنا وبعد ما قلنا الزرعة بتروح ازاي، تصنيفك وزرعتك، الاهم بقى حصادك. هل تفتكر ان لو الاب درس كويس يعني ايه تربية ايجابية وتعرفها بالضد هي عكس التربية السلبية، وطالما في تربية سلبية يبقى اكيد انت لازم تتعلم ايه الايجابي وتعمله؟ صح. بس لو انت اهتميت بده وقررت انك تقف جنب ولادك وتقرأ عشانهم وتاخد كورسز عشانهم وتتعلم كويس علشانهم، خد بالك ان حصاد كل اللي انت بتعمله للأسف مش بإيدك. وانا آسف اني بقول كده. وعايز افجر من عند حضرتك معلومة مهمة جدا، كتير من الناس هتتضايق مني عشانها او ممكن ما يعجبهمش كلامي، بس انا لما عايزك تسمع كلام حد دور على السي في بتاعه وشوف هو عنده من المنطقية والعلم انه يقول ده ولا لا. انا آسف في اللي هقوله، بس خلي كل اب بيسمعني يفكر فيه كويس، واسمحيني لاهميته ان انا اوجه لهم كلامي الناحيه دي. اوعى تفتكر انك مهما كنت كويس مع اولادك وقدمت لهم وعملت لهم ولادك ممكن يشيلوا لك ده لوحدهم. عايز اقول لك ان في معبر مهم جدا ما بينك وما بين ولادك اسمه امهم. في جسر مهم جدا ما بينك وما بين ولادك اسمه زوجتك، هي اللي بايدها حصادك. مهما قدمت لاولادك من خير، لو هي مش هتعرض الخير ده لولادك مش هيشوفوا اي حاجه منك. صح. ومهما قدمت لولادك من شر، لو هي عدلت المفهوم ده في دماغ ولادك هم هيشوفوا ان انت عملت الخير. اذا اختيارك لام جيده من الاول ده بيضمن لك ان اقل شيء هتعمله لولادك هيفضل باقي في نفسيتهم. وعدم حسن اختيارك من الاول بياكد لك انك مهما قدمت لولادك مش هتخرج بمفازة منه. أي حاجة. حصادك مش بإيدك، حصادك بإيد زوجتك، زوجتك اللي هي أم ولادك اللي أمان ولادك معاها وولاء ولادك ليها. مهما قدمت لهم، لو الست دي كرهاك اوعى تكمل، لو مش حاسة بقيمتك اوعى تطمن، لو في يوم من الأيام حسيت إن هي مش بتعرضك صح وبتقدمك لولادك صح، مهما عملت والله العظيم لقلب ولادك مش هتوصل.